تتواصل أيام أو أشغال المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليزاريو المنعقد بمخيم الداخلة بمخيمات اللاجئين الصحراويين. المتحدث باسم المؤتمر أشار أن جميع مداخلات الجمعية العامة عاكست الروح الوطنية واتسمت بالمصارحة والشفافية وصبت في مجملها في كيفية الرفع من مستوى الكفاح لتحرير الوطن. محمد لجرب رصد التالي. الثانية الملكية على أنه في الردود لفت انتباه القيادة مواضيع عدة، مثلا في نقاش عن حول موضوع الرقابة وأهمية الرقابة وأهمية على أنه الأمور تمشي بطريقة شفافة، وعلى أنه إذن وهذا الموضوع تم له المناقشة ونقال فيه اللي فات وعدل، وبالطبع في الأفق على أنه لابد من يتطور هذا الموضوع، إياك نمشوا أكثر لمجتمع ولتنظيم يعني اللي تسود فيه الشفافية اللي تسود فيه الصراحة.